من هنا جبنا سياره مبروغراميه بالاردوينو. يعني اول حاجه نقولها للمشاهدين الكرام هو سياره جزائريه 100%. نعم بالطبع. يلا نجربوا اول حاجه نشعلوها تمشي نورمال. بيان سور. يلا اسني ندير تليفون. هاي اللي كنا شعلناها لهنا في حاله العاديه راهي شعلة. نعم دونك احنا واش درنا لها؟ زدنا لها هذا الحساس تاع البلوتوث. نعم. يعني راح نتحكموا بها عن طريق الهاتف عن طريق بلوتوث. سي بون عن طريق البلوتوث اللي هو موجود في الهاتف. في الهاتف خليني نقول بابليكاسيون عن تطبيق هو اللي هو اسمه اردوينو كارد. نتحكموا فيها عن طريق الهاتف. تمشي بطريقه عاديه. يعني هي اختراع شبابي جزائري 100%. انتم اللي خدمتوها وطورتوها. نعم. يلا على ماذا تعتمد هذه السياره بما اننا نشوف فيها تتحرك؟ هي دوكا هذه السياره فيها تعتمد على الطاقه الكهربائيه. احنا سينا نقلدوا هذوك السيارات تاع الاوروبيه اللي يمشوا بالكهرباء. يلا وزدنا حسناها درنا لها كابتور بلوتوث. ايه يلا. باش نقدروا نتحكموا عليها عن بها عن بعد بدون مفتاح وكاع. ايه زيدي ايضا حكينا شويه على المحتوى تاع هذه السياره. هذه السياره فيها اردوينو يونو هي اللي العقل ديال الروبو. تانيك عندنا متحكم باللي موتور. ايه لي بيه قدرنا نكونتروليهم مليح. ايه عندنا كابتور بلوتوث لي بيه قدرنا نتحكموا به في التليفون. ايه وعندنا البطاريات اللي هي المصدر تاع الطاقه تاع الروبو. يلا حكينا شويه على كيفاش قدرتوا تربطوها بهذا التطبيق اللي راه موجود على جهاز الهاتف. يعني من خلال الهاتف نقدروا نتحكموا فيها. اعطيني. نعم. فقط نجرب نحاول. برك عبز في الاكس باش يحبس. يعني تمشي ومن بعد تعبز في الاكس باش يحبس. لا لا لا. إيه؟ الجهه اليسرى هذا تاعكم على الجهه اليسرى والاكس. إيه؟ باش هاي والله. وعن طريق النص البرمجي تاعنا اولا عندنا في الاردوينو تاعنا عندنا يعني اعلان ولا لا ديكلاراسيون تاع لي فاريابل اعلان تاع المتغيرات تاعنا. إيه؟ طبعا في هذا السنسور تاع البلوتوث عنده مكتبه خاصه به راح نديروا لها جوين للنص البرمجي تاعنا.